أول رئيس جمهورية في إسرائيل. بن غوريون كان عنده مشروع، أول ما تسلم الرئاسة قال أن هدف أو أمن إسرائيل معرض للخطر طالما العرب السنة في ثلاث دول في الشرق الأوسط موجودين بقوة وبكثافة، مصر وسوريا والعراق. يجب أن نكسر ظهر العرب السنة ويجب أن نفكك هذه الدول الثلاث ونضعفها بالصراعات الداخلية وبالاحتراق الداخلي حتى يعني نستطيع أن نأمل بسلام لدولتنا الجديدة. حتى الآن أنا لا أستطيع أن أقول أنهم نجحوا، لا يستطيعون أن ينجحوا. هم يعني خدمتهم ظروف كثيرة دولية يا محمد، وضعفنا وتفككنا وخذلاننا للإسلام وللوحدة الإسلامية أو الوحدة العربية على الأقل هو الذي أعطى يعني الصفوية هذا الزخم، وهو الذي دفع بريمر في كتابه عامي في العراق ماير إن إراك اللي هو حكم لمدة سنة، هذا الذي دفع بريمر أن يقول قررنا التحالف مع الشيعة هكذا بكل وضوح. ولذلك أنا أقول هذا المشروع طبعا لن ينجح بعناية الله، لن ينجح. ولكن الذي دفعه لهذا الالتماع التاريخي هو ضعفنا وتفككنا وفرقتنا. النظام العالمي يا محمد يتحكم فينا بأربع وسائل. الوسيلة الأولى احتكار دول المركز للسلاح. دول المركز أقصد بها الولايات المتحدة والمجموعة الأوروبية وشرقا روسيا والصين. وشرقا روسيا والصين، يعني دول المركز شرقا روسيا والصين، غربا الولايات المتحدة أوروبا. إلى دول المركز. ولكن لا ترقى إلى مستوى دول المركز حتى الآن. على أي حال دول المركز تتحكم بنا نحن دول الأطراف بأربع وسائل يا محمد. أولها السلاح وصناعة السلاح. وهي تعطينا السلاح وتمنع عنا السلاح، واللي يتحكم بالسلاح يا محمد يتحكم بالحرب وعملية الحرب، ويتحكم بالنصر والهزيمة وتوقيت النصر والهزيمة. ولذلك ممنوع علينا احنا دول الأطراف أن نصنع السلاح، علينا أن نشتري السلاح من دولة المركز. وأي دولة تشذ من دول الأطراف عن هذه القاعدة توصم بالمروق وتوصل بالخروج على النظام الدولي وتحاصر وتعاقب اقتصاديا وربما يسقط نظام حكمها كما حصل في تركيا وفي غير تركيا يعني سابق يعني. الوسيلة الثانية هي وسيلة احتكار الخامات يا محمد. يعني دولة المركز أو دول المركز يحتكروا النفط والقمح. النفط هو الذي يسير اقتصادات العالم، والقمح هو الذي يسد جوع هذه الجماهير يعني. ولذلك ستجد في كارتيل نفطي موجود في فيينا، وكارتيل للقمح موجود في أوتوا في كندا، يتحكمون بأي حبة تزرع من القمح في هذا العالم. هم يحددوا السعر، هم يحددوا التسويق، وأي دولة تشذ عن الانصياع لكارتيل النفط وكارتيل القمح يعني ستواجه مشكلة كبيرة. وأذكر أنه أمريكا انزعجت كثيرا أيام نيكسون عندما باشرت المملكة العربية السعودية بزراعة القمح. وأرسلوا كيسنجر بطائرة خاصة لملاقاة المرحوم الملك فيصل لإقناعه بالكف عن زراعة القمح حفاظا على المياه الجوفية.
نعم حفاظا على المياه الجوفية. لا لا أبدا، وليس لا يقولون هذا الكلام، يقولون أنتم تزرعون هذا القمح ويكلفكم الشيء الكثير، نحن نستطيع أن نوصل كيلو القمح إلى ميناء جدة بالسعر الفلاني وأنتم تزرعونه بتكلفة 3 مرات. نعم. فكفوا عن هذا. فقال له الملك فيصل رحمه الله: نحن لن نكف عن هذا لأننا نريد أن نحقق الأمن الغذائي لشعوبنا. نعم. فقال له كيسنجر: يعني أنا يعني كثير مستاء من فشل مفاوضاتنا لإقناعك يعني موضوع القمح راكب رأسه كان كيسنجر، ولذلك يعني عقد مؤتمرا صحفيا في مطار الرياض بعد زيارته الفاشلة إلى الرياض سنة 75، وقال الآتي في هذا المؤتمر الصحفي، ما أدري إذا عندكم في أرشيفكم يعني في صفة يعني صورة كيسنجر وهو يتكلم، قال: سيأتي عليكم اليوم يا عرب الجزيرة أن تشربوا نفطكم إذا استطعتم. لا حول ولا قوة. يعني بشدة الحدة والحقد يعني. بالمصري بلوه اشربوا ميتكم، بميتكم يعني هيجي عليكم اليوم وقت تبلوه تشربوا ميتكم النفط ده. بالضبط. يعني هو زعلان قوي إنه لم يقتنع الملك فيصل بما ذكره. الوسيلة الثالثة. طب قبل على أصل الوسيلة الثالثة دكتور، يعني عندي بس إيه يعني ما نقرأه مثلا أن الأمريكان مثلا يلقوا بملايين الأطنان هم والكنديين في البحر من القمح ليحافظوا على سعره، هذا كلام واقعي؟ هذا كلام صحيح 100%. وأنا شاهدت أفلام عنه يعني. طيب. يعني أنا شاهدت أفلام عنه. طيب حتى نصل، تفضل دكتور، حتى نصل أيضا للنقطة الثالثة. هل نحن بخصوص السلاح مخترقون لهذه الدرجة يعني التي لا نستطيع أن نبني حتى مصانع أسلحة سرا مؤمنة مثلا بخرسانات أسمنتية تصل ل 12 و13 يعني سمك أمتار تحت الأرض وغير ذلك؟ والله شوف، كل المسألة كلها مرتبطة بالإرادة السياسية يا محمد. الشعوب إذا تملكت الإرادة السياسية تستطيع أن تهزم ما لم تتخيله. نعم. يعني شعب فيتنام يا محمد طوال مدة الحرب في فيتنام، صدق أو لا تصدق، حتى المدارس لم تعطل، حتى المدارس لم تعطل، كانوا نظفوا قنوات الصرف الصحي وحولوها إلى فصول مدارس، صدق أو لا تصدق. نعم. لأنه الشعوب كانت حية والقادة أحياء. نحن أكلتنا النعمة في هذه المنطقة، أكلتنا النعمة وأفسدتنا النعمة واخترقتنا الرفاهية، ولذلك يعني أصبحنا يعني نستمرئ يعني كما قال مالك بن نبي، صارت عندنا قابلية للاستعمار، يعني نرحب بالاستعمار. يعني هل تذكر مالك بن نبي؟ نعم. مالك بن نبي مفكر جزائري. نعم. عنده كتاب اسمه قابلية الاستعمار. يعني يقول مشكلتنا احنا العرب انه عندنا قابلية للاستعمار، يعني نحن نرحب بالاستعمار ولا نتخلص منه، يعني ما فيش إرادة سياسية. لو كان في إرادة سياسية ممكن ان نصنع السلاح وغير السلاح يا محمد. طيب نرجع للنقطة الثالثة دكتور، تفضل. النقطة الثالثة بارك الله فيك هي الـ 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 ما يسمون بالشرعية الدولية، هذا الوهم الكبير المسمى الأمم المتحدة. هذه الأمم المتحدة يرأسها مجلس الأمن الدولي. من يتحكم بمجلس الأمن الدولي؟ 5 أعضاء دائمون عندهم حق الفيتو، يتحكموا في إرادة العالم كله. أي دولة من دول الأطراف تشذ عن مقولات الدولة المركزية توصم بالمروق وتوصم بالخروج عن القانون وتعاقب وتتم مشاريع وعمليات حربها إلى أن تسقط.
ولذلك هذه ما يسمى بالأمم المتحدة ينبغي أن نراجع موقفنا منها. هذه ليست إلا وسيلة من وسائل دول المركز تتحكم من خلالها بدول الأطراف. معايا يا محمد؟ نعم نعم. أيوة. ولذلك إما أن يتم إصلاح هذه الأمم المتحدة من الداخل بحيث أن احنا مثلا نغير تركيبة مجلس الأمن، يعني اللي هو من سنة 45 لغاية دلوقتي هو نفسه، فلا بد من إدخال أعضاء جدد يمثلون الكتلة العربية كأعضاء دائمون. الكتلة الإسلامية دكتور، يعني احنا 2 مليار الإسلامية. سني 2 مليار مسلم، ما لناش حق الفيتو يعني. بارك الله. وفرنسا 48 مليون نصف سكان مصر لها حق الفيتو.